ده احنا لسه بنسمي، ده احنا حتى ما ابتديناش. انها الخطيئة العام وريهم. قلت الادب يا ملعونه. سي يا بنت الكلب وليت البلد وتاخه ومالوا البلد دول حضرتك. اللي ادبك هديكي بيتزا النوبه على دماغك. يلا يا ولاد الكلب يا زباله. ما هي اللي غاويه فتحه الكبوت عمرها ما تصور راجل مظبوط. انا عمري ما طلعت مع اي راجل في شقه. بس ادائك بيقول غير كده. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. لا الفسيخ بيبقى مربى ولا الناس الشمال ينفع تتربى. حد يسيب ده والقلب ماشي على الارض كده. قشطه فايزه. يا عيني يا فايزة اما تبقي عايزة. يا سلام يا رحمك. يا بنت اجري منحرفة. اهلا ازيكم يا نسوان يا رم. ايوه يعني ده شمال. شمال ده شمال في تاني شمال. شكلك كده عايز تعمل فيلم في لحمة كتير. قولي لحمة يا وديع اعمل ده. تقنطريها وتقنبريها. لان دي بنت شمال وجاية في اي حاجة. انت كنت جاي هنا عايز تبص. لما تدخل انت وهي الدار وفي الاوضه بتاعتي مدى الحياه، واللي مش عاجبه كسو، واللي مش هيتعامل باحترام كسو. وجودك زي قلته عادي. مفيش موهبة، دي قلة ذوق ومطر، دي قلة ذوق ووساخة، دي قلة ذوق وقلة تربية. اللي مني تاني معلش معلش تاني طلب تاني. مش عايز اشوف وش امك ده تاني. بوسي اللي حكيت لك عليها حلوه. بوسي
عشان تعبان قوي انا دم حمل خبطه في رجلي لو بقول لك هشرب من دمه هلمحكوا هلفكم خلاص يا مشخ العيال دول لسه قلعين البامبرز يا دوب من سنتين هاني ايه اتصل بالاسعاف هاني ليه عشان هيموتوا من جمالين جامده جامد ايوه عشان اخش طب هتلم نفسك شوية قول انت يلا يلا الواش يخرب بيت امي دي اللي بنت ناس اه والله يا حسن بنت ناس كتير قوي بس ما حدش عارف ابوها مين لحد دلوقتي هم عارفين امها حضرهم ليه انا ملتهبة ملتهبة على الاخر يا دكتور اتلمي يا حرساجي ده انا نص مصر القديمة بتجري ورايا تلاقيك مسجلة خطأ بصرف النظر عن سمعة بنتكم اللي زي الطين احنا عايزين ناخد بنتكم لطه ابننا مين البنت دي؟ مالك تسيبها وخدها يوم السبت نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد امان يعني يا الله غور ال 60 دقيقه نسوان ما لهمش لازمه عاملين زي اللي بنا بقصه حاسب هنحط عليك اصلك عيل فرفور عامل نفسك شيكال وبتسرق من كارفور مش شايف ليه واخي كشاف الطف في النور انا الجزار انت اللي بيفهم يا دور وسط الحرب نازل اضرب بوازين ما تجيش معايا اسمع مني هراسي هراسي كل كلامكم ما تبصليش يا لف ما تبصليش كده عشان اصول انا هتمشي بالرضا لو مشيت غير كده هسمعكم ندا احنا الاصول هنا واتلكوا مني